السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من حياة طيبة. نسعد جدا بالمتابعة من خلال هذه الحلقة. سميرة، سميرة دي أخت فاضلة جدا، عمرها وصل 40 سنة، أبوها مطلق أمها، وكان بيدق أمها قدامها من هي صغيرة، خالتها مطلقة، أخوتها في البيت مطلقة، حلفت يمين إنه ما تتزوج لأنه شافت نماذج سيئة جدا في الحياة وكرهتها في الزواج. دي حالة في مجتمعنا السوداني كتير جدا، في ناس بيحرموا بناتهم بسبب انهم متعلقين بيهم ما داني في كوبيتهم، وفي ناس عندهم نظرة تانية كمان انه يا اخي والله بنتنا اي زول يجي كده ده ما قدروا بنتنا، لانه بنتنا قدرت الجامعة الفلانية وخرجت الجامعة الفلانية وده ما مستواها، لحد زي ما بيقولوا القطر ما يمشي. وقس على ذلك تأخر الزواج كتير، يعني في الفئتين عند الشباب وعند البنات، في ناس بيتعللوا بالاسباب الماديه، في ناس الواحد خش في تجربه الطير ليها تاني ما حيجي راجع، وبشوف البنات 10 وهي بتشوف الرجال 10، توديها زي ما بيقولوا النار ولا تشوف راجل، وده توديه النار ولا يشوف مرأة. دي نماذج كتير جدا لانه ناس ما قادرين يتزوجوا او خلوا الزواج، وفي ظروف اخرى في ناس بيقول لك يا اخي والله ما قادر، الصاله بقت ب60، ما عارف الكوفير بقى ب6، شنو كده ما عارف بقى بكم. وبعد ذاك بتجي حكايه الجبايات اللي عند كثير من الاسر، بالله يمسك لك العريس ده من طرف، كرهوا اليوم جابوا العرس. ليه يعني يا جماعه؟ ليه نحن ما نستر الزواج ونخلي الحكايه سهله، تكون نماذج بسيطه؟ تاخر الزواج حنيجي نشوف الاسباب، نحن تكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن مساله العنوسه وغيره، ونحن مواصلين ان شاء الله عن تاخر الزواج في الفئتين، ناس بيحصلوا 50 وماشيين لفوق عندهم اسباب مختلفه، حنيجي نناقشها من خلال هذه الحلقه مشاهدينا الكرام. لصحبتنا الدكتور يوسف اسماعيل عبد الله الاستشاري النفسي، اسعد جدا بالمشاركه في هذه الحلقه من خلال جسور التواصل المختلفه عبر ارقام الهواتف وكذلك عبر صفحتنا على الفيسبوك برنامج حياه طيبه. باسمكم جميعا ارحب بضيف هذه الحلقه دكتور يوسف اسماعيل عبد الله استشاري نفسي، حبابك 10 ومساك سعيد وان شاء الله حياه طيبه لزواج طيب. اسعد الله مساءكم بكل خير، ويسعد المشاهدون باذن الله بمساء عامر بالمحبه والرضا والبركات من الله سبحانه وتعالى. هنا بقولوا جرادة في اليد ولا ألف طايرة. نعم. في بعض النساء دكتور يوسف، نحن نبدأ بشريحة النساء لأنه العين عليهم كثير صراحة. عندها حكاية النمذجة، شافت لها فيلم معين أو شافت لها مسلسل أو شافت صاحبتها اتزوجت زواج معين، فهي دايرة طبق الأصل كوبي بيست، يعني لازم الفكرة بتاعت صاحبتها أول اللي شافتها دي تكون زيها، يعني غير كده ما دايرة زواج. وطبعا في كثير من الأحيان تلك الرؤية لذلك الفرد، يعني رجل كان أو امرأة، ما بتكون مطابقة في الواقع لما رأته هي. هي بترى الأشياء من بعيد وبتشوف ذلك النموذج بصورته الجميلة الظاهرية، لكن في داخله هنالك أشياء تختلف، يعني ما في شخصية بتتطابق أو يكون نموذج قابل للتطبيق في مكان آخر، سواء كان في الواقع الحقيقي فيما رأت من زميلاته وصحباته وقريباته، أو في مرات في المسلسلات. والمسلسلات دي طبعا أنكى وأشد سوءا لأنه ببساطة شديدة يعني الشخصية اللي ترسم في الخيال، خيال بتاع الأفلام والخيال اللي بيجي في القصص، حقيقة ما هي الواقع، ولا في شخص بيكون بتلك التفاصيل بأي حال من الأحوال، لا في قمة الخير ولا في قمة الشر. فالإنسان بيخلقوه كنموذج عشان يوفي بالبعد الدرامي بتاع الفيلم والمسلسل، فعشان كده هو شخصية غير واقعية. نعم، في بعض النساء دكتور يوسف زي ما قلنا نبدأ بشرحة النساء لأنه هي على تركيز شوية، بيخافوا لأنه عندهم بعض التجارب السابقة سواء كان علاقات أو غير، من حتى ممكن تكون تجربة زواج، في خوف في بعبع إنه يا أخي أنا ما أقدر أخش في العالم ده تاني، خلاص شافت الرجال ديل كلهم ممكن يكون نفس الشخصية اللي هي ارتبطت بها. وهذا الكلام يتردد كثيرا في أفواه الناس رجالا ونساء. وإذا أردنا أن نحدد بالنسبة للنساء، للأسف الشديد يعني النساء أكثر حساسية فيما يصيبهم من صدمات، يعني بتبقى آثارها في أنفسهم لوقت أطول مما تبقى في نفوس الرجال. يعني الرجال يمكن يتجاوزوا هذه الأشياء بقدرات يملكوها في سماتهم الشخصية، لكن المرأة في كثير من الأحيان لا تستطيع إنها تتجاوز الصدمة العاطفية اللي بتمر بها، سواء كانت تجربة بتاعت علاقة بتاعت حب أو تجربة بتاعت زواج أو تجربة عامة. يعني دائما بتطبع العلاقة بأنه كل الرجال كده وكل الرجال كده، حقيقة ما كل الرجال كده، يعني النموذج اللي لقته، النموذج اللي كان فيه تجربة، هذا نموذج قد وضعه القدر في طريقة
وبالتالي لن يتكرر. حتى لو لاقت شخص ثاني بالتأكيد لن تكون فيه هذه السمات الموجودة في هذا الشخص، ولن تتشابه سلوكيات هذا الرجل مع رجال آخرين يمكن أن يمروا في حياته. هي دي عند النساء وعند الرجال، يعني حتى في بعض الشباب مرتبط بعلاقة معينة أو غيره، فالحكاية دي خلاص بيقولوا طير تبريش من الدريش، ويقوم يعمم يعني أنه كل النساء خائنات وكل النساء ما بيحفظن الود وكل النساء وكل النساء وكل النساء. وهذه هي حقيقة يعني التعميم، يعني أنت تأخذ حالة فردية وتعمم عليها العلاقات، زي ما نحن قبل كده تكلمنا في موضوع القبيلة والقبلية، إنك تأخذ فكرة وتقوم تعممها على كل أفراد القبيلة وعلى كل المجتمع. يعني لا تستطيع أنك تجعل من هذا المجتمع طوب متشابه. كل إنسان عنده بصمة الخاصة التي لا تتشابه مع أي شخص آخر ولا تلتقي معه، قد تلتقي في البعد الإنساني بصورة عامة، لكن التفاصيل بتاعت سمات الشخصية لا تتطابق. حتى لو الخط العام بتاع الشخصية تطابق، التفاصيل لا تتطابق. دكتور، في بعض الناس بالذات يعني ممكن فئة الرجال وحتى النساء، حكاية انه التزم بعدين في طلبات جاية عليه وما عارف اولاد، يقول لك يا اخي والله احسن لي كده، انا سنجل ما في زول يسألني ولا طلعت ولا جيت لشنو، ممكن تكون برضو هي سبب من اسباب حياة الفرد. تملك كثير من الاستقلالية، انت براك، عندك حرية تفعل ما تشاء، تذهب ما تشاء، وتأتي متى ما شئت. لكن لما تصبح في شراكة، عقد بتاع شراكة، عقد زواج، كثير من هذه الاستقلالية يجب أن تتخلى عنها، لأنك لست وحدك، معك شخص آخر شريك لك في أحلامك، شريك لك في مشروعاتك، شريك لك في خطواتك، وبالتالي هذه الشراكة تعني قطع خط الاستقلالية اللي أنت كنت ماشي فيه. فعشان كده كثير من الناس بيرفضوا، يعني اللي بيستمروا في فترة بتاعت عزوبية متطاولة أو امتناع عن الزواج، بتكون الطابع الموجود في رأسهم أنه ما دار يدخلوا في مسؤوليات تحد من الدرجة بتاعت الاستقلالية اللي بيتمتعوا بها، في حين أنه بينسوا أنه الدخول في هذه الشراكة تعني فوائد أخرى. نعم. يعني ما أخي خصما فقط على الاستقلالية، فما تنظر للاستقلالية لوحدها، لكن أنظر من الفوائد الأخرى أنت اللي بتجنيها من شراكة الزواج. يعني بتكون عندك استمتاع بشريك لك في حياتك، عندك متعة المعايشة، متعة الملاطفة، متعة الإحساس، الذرية والأبناء وإلى آخره من هذه الأشياء. جميل. فلا تتناسى هذه الأشياء وتنقفل في نقطة واحدة اللي هي الاستقلالية فحسب. في ناس والله حكاية كوباية الشاي مع الشلة لحد الساعة 2 دي بتفرق معه جدا. نجي نواصل إن شاء الله بعد الفاصل دكتور، ونشوف نحن قلنا في ناس بيخافوا من طلبات الزواج ذات يعني متطلبات وبعدين الالتزامات الكثيرة، لكن حنناقشها بعد ما نشوف التقرير. إخواننا في الكنترول نشوف التقرير ونجيكم راجعين مشاهدينا الكرام، خليكم معنا. حياة طيبة. نشر موقع روس اليوم تقريرا عن أكثر الدول العربية التي ترتفع فيها نسبة العنوسة، وجاء التقرير كالتالي: حلت لبنان في المرتبة الأولى كأعلى نسبة عنوسة في الوطن العربي بنسبة بلغت 85%، وصل عدد الفتيات غير المتزوجات في الإمارات إلى نسبة تفوق 75%، بينما في سوريا والعراق فإن الوضع الأمني والأزمات الاقتصادية أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج، ما أدى لارتفاع نسبة العنوسة إلى 70%، أما في تونس فقد وصلت نسبة العنوسة إلى 62%، حلت الجزائر في المرتبة الخامسة بنسبة بلغت 51%، ووصلت نسبة الفتيات العانسات في السعودية والأردن إلى ما يقارب 45%، بينما بلغ عدد الفتيات غير المتزوجات في مصر إلى 40%، وتقدر عدد الفتيات من دون سن الزواج في ليبيا بثلاث آلاف فتاة، وهو مرشح للارتفاع، وهو يشكل نسبة قدرها 35%، ونفس النسبة تشترك فيها دولتا قطر والكويت، وتعد البحرين الأدنى في نسبة العنوسة، حيث وصل عددهن إلى ما يقارب 50,000 فتاة، أي ما يعادل 25% من عدد البحرينيات. حياة طيبة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. شفنا التقرير بالنسبه للسودان، طبعا الاحصائيات دائما عندنا شحيحه، بالذات في 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 يعني في الويب سايت في النت، في دراسات مختلفه بتقول كم 20 21، في دراسه بتقول 28. على كل هي نسب مقدره وموجوده. حبابكم 10 تاخر الزواج موضوع حلقه هذا اليوم، متحيل الفريق العامل، ونحن اليوم بشرفنا اخونا متوكل الدسوقي منتج هذا البرنامج، يقول لي ألف مبروك، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير.
حضور لهذه الحلقة. تحيلك متوكل، وده واحد من الناس اطلعوا إشارة من حكاية تأخر الزواج. تحية لك دكتور، وحبابك 10 تعليق على التقرير. أولا أنا أيضا أبارك لأخونا متوكل، وإن شاء الله بيتماع العيال إن شاء الله يا رب بما قاعد يقولوا أهلنا، وإن شاء الله موفق، وإن شاء الله ربنا يبارك لهم ويبارك عليهم. اللهم أنا خليني أقرب بعض ما جاء في التقرير. يعني 40% مثلا في مصر من عدد النساء أو البنات في سن الزواج، وهي بتعادل 8 مليون 8 مليون فتاة غير متزوجة وهي في سن الزواج. يعني مصر طبعا من أكبر الدول العربية في عدد السكان، وبالتالي يعني ده بيوريك حجم المشكلة قدر شنو في العالم العربي. الجانب الثاني في الإحصاءات إن معظم هذه الإحصاءات تقارب نصف عدد الناس المؤهلين للزواج، يعني معظمها فوق الخمسينات ومتقاربة مع الخمسينات. حتى الدول القليلة العدد يعني الكم 30% دي عدد سكانها نسبة ضئيلة نسبيا، وبالتالي يعني أثرها أو حجم المشكلة يعني ما كبير. لكن الأهم من ده الإشارة إلى أنه حتى في الدول الغنية ما عندها مشكلة اقتصادية أو عندها مال كافي، هنالك مشكلة مرتبطة بعدم الزواج أو التأخر في الزواج، ولأسباب متعددة يمكن بعضها نحن ذكرناها وبعضها سنتكلم عنه لاحقا فيما يتعلق بالجوانب اللي بتخلي الناس يتأخر زواجهم بصورة أو بأخرى. نعم، نحن قبل الفاصل دكتور يوسف تكلمنا عن حتة أنه في ناس يعني بيخافوا من حكاية الالتزام بعد الزواج، في متطلبات كثيرة، دولة دايرة رسوم مدرسة وما عارف مرة طالعة وماشي ودي الحكاية دي بتعمل له بعبع كده، وده بدأ خلينا طوالي في الحاجة اللي توقفت فيها في الحديث عن التقرير. يعني في ناس يعني حتى إذا تجاوزنا الأشياء العامة بتاعت الامتناع أو تأخر الزواج، بتدخل الأبعاد الاقتصادية واحدة من الإشكاليات. يعني كيف تتحمل مسؤولية إنك توفر احتياجات أسرة كاملة، زوجة، من تعليم وصحة وغيره من الاحتياجات الطبيعية، قد يكون دخلك محدود. والدخل المحدود ده لا يعني ببساطة إنه كم من القروش، يعني ببساطة شديدة قياسا بالوضع الاقتصادي الساعي، يعني موازنة الدخل ما بين الحد الأدنى، وأحيانا إحنا ما نتكلم عن الحد الأدنى للأجور في دولة ما ويكون فيها موظفين أو موظفات، فبيبقى حجم الدخل مقارنا بمستوى المعيشة أو الإنفاق اليومي هو اللي بيحد من قدرة الناس على تحمل المسؤوليات المختلفة، وده اللي بيجعل الناس في حالة بتاع التردد في إنه يدخلوا هذه المغامرة بما لا يملكون ولا ماذا يفعلون. نعم، وتبقى ده حاجز يا دكتور، واحد من الحواجز الأساسية. يعني البعد الاقتصادي واحد من الحواجز الاقتصادية، خاصة إذا ربطناه بجانب آخر بانتشار العطالة والبطالة. نعم. والتضخم الموجود في السوق وكل الإشكاليات الاقتصادية الموجودة، لأنه مهما تصاعد المبلغ اللي أنت بتحوزه من أعمالك المختلفة بتجد في النهاية أنه لا يوفي باحتياجات المنزل. نعم. وهذه واحدة من الأشياء اللي بتخيف كثير من الشباب في انه يقدموا على الخطوه بتاعت الزواج. نعم، احنا حنيجي ان شاء الله في الحلول نناقش هذه الجزئيه كيف تعالج، لكن عموما وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم. الايه واضحه وصريحه. بعد الفاصل دكتور ان شاء الله نشوف الاستطلاعات ونجي راجعين. نعم. مشاهدينا الكرام نشوف راي الجمهور ونجيكم راجعين، خليكم معنا. حياه طيبه في مشاكل ماديه مثل عدم توفر الاموال، في عدم القدرة عدم قدرتهم على كسب المال، في بطالة، في عايز في الدولة المفروض توفر لهم جنو فرص عمل، لكن هم مش بيتقاعدوا عن فرص العمل بيتكاسلوا، لسه بخليهم أقدر على الزواج. أول حاجة الماديات، يعني ماديات واحد دا رامي مستقبله عشان يعني يعيش مرتاح هو أولاده، ووفر لأولاده لقمة عيش، يعني ما يعانوا نفس المعاناة اللي عاناه. ثم ثانيا السبب الثاني، يعني احتمال واحد يكون عنده اخوانه اكبر عليه، يعني لازم يتزوجهن اول حاجه. ثم ثاني يعني في واحدين داري يطلعوا يسافروا برا، يعني يمشوا برا عشان يقدروا يعني يامنوا مستقبلهم هنا، يعيشوا يعني حياه معيشيه سهله وميسره. يعني اول حاجه يعني ما تزعل الشاب يقول لك الناحيه الاقتصاديه، يعني في البدايه بيقول لك الناحيه الاقتصاديه، الناحيه الماديه. يعني واحد بيقول لك انا بعد ما مغرج نشتغل لي سنة سنتين عشان ما بحاول بعمل لي بيت وحاجات بتاعت البيت وكده، وفي واحد تاني ممكن يقول لك انا بطلع الخارج ودار نحضر مثلا الماجستير ولا دار نعمل دكتوراه وكده. والحاجة التاني ودي يعني
شائع في السودان يعني ضيق على المهور. أسباب مادية طبعا الواحد داير ابني بيت على الأقل طابقين كده، دار عربية، دار حاجات كده كثيرة يحققها عشان بعد ذاك إنه يتزوج. هسه أنا اللي قدامك ده بديت من أما اتزوجت كنت بقرأ في الجامعة يعني، بديت من الصفر يعني حبة 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 لما الحمد لله الأمور تيسرت. فالواحد طبعا ما يخطها الحتة بتاعته إنه مثلا دار من عمار، دار من بيت، دار يكون أفكاره كبيرة شديد جدا جدا، فيبدأ من البداية يعني، وربنا يوفقه يعني. حياة طيبة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، لكم التحية. تتواصل حياة طيبة والحديث اليوم عن تأخر الزواج بالنسبة لفئتين رجال ونساء. شفنا اراء الشباب ما شاء الله تباينت، في ناس ركزوا على حكايه القروش وفي ناس سهروا الحكايه وزوجوا في الجامعه. تعليق يا دكتور. ابدا بناس القروش. حقيقه يعني يمكن الوضع الاقتصادي اشكاليه كبيره لكثير من الشباب. نعم. وحقيقه يعني حتى سوق العمل ضعيف، يعني امكانيه انك تحاول ان ترفع من دخلك بتعدد المهن والوظائف اللي ممكن تشغيلها فيه اشكاليه كبيره. يعني حتى الشباب الراغبين في انه يزيدوا من دخولهم بصوره او باخرى قد لا تتح لهم الفرصة بالنسبة للسوق، سوق العمل الضيق. الجانب المهم إنه الدخل هو اللي بيحدد إلى أي مدى نوفي بالاحتياجات الذكرية الشباب. رغم إنه واحد من الشباب أشار لأنه يعني في أشياء قد نتجاوزها، البيت والعربية وإلى آخره من هذه الأشياء، لكن حاجات ضروريات لابد أن توفى خاصة فيما يتعلق بالسكن في مدننا الرئيسية. إذا تجاوزنا هذا الأمر في الريف، في اختصار شديد يعني من آراء المستطلعين المختلفين بيشيروا بصورة كاملة إلى أنه هنالك إشكاليات بتواجه الزواج وبالتالي بتؤدي إلى تأخر الزواج. هذه الإشكاليات لابد من مخاطبتها بصورة كاملة وبصورة واقعية، يعني القفز فوقها لا يحلها، وبقاء الوضع على ما هو عليه لن يوجد مجتمعا سليما متكاملا ومعافى. نعم دكتور، في بعض الإخوة من الفئتين يعني النساء والرجال كونه افتقد شريك لأي ظرف إن كان، ده معناه خلاص قفل الباب ما داير حد بعد هذا الشريك. ده أشبه بالحديث السابق عن النموذج. يعني الشخص اللي بيفقد إنسان عزيز لديه وكان مرتبط به، يعني بوفاة طبيعية أو حادثة، بيكون ربط أحلامه ورؤيته بذلك الشخص بصورة كاملة. وهذا الارتباط بقى شيء وجداني في داخله ما بيستطيع انه يتخلى عنه عشان يبدا علاقه جديده مع شخص اخر ويتناسى كل ذلك التاريخ المجيد مع ذلك الشخص اللي كان مرتبط به. عشان كده تلقى في ناس كميه من الوفاء لشخص فقدوه ويتاخر يعني خروجه من صدمه الفقد عشان يدخلوا في علاقه جديده، وده بيطيل الفتره بتاعت انتظارهم للبديل. نعم بعضهم بعد مضي عدد من السنوات قد يتناسوا ذلك الفقد ويدخلوا في تجارب جديدة. البعض للأسف الشديد بيقف في نفس المحطة لسنوات عديدة حتى يفوق في آخر العمر بأنه هو فقد العزيز لديه، ثم فقد أسلوب الحياة الممكن يقوده إلى بديل. نعم. ودي إشكالية كبيرة جدا بالنسبة لكثير من الشباب والشابات. نعم دكتور، نواصل إن شاء الله لكن عقب الفاصل من ثم نأتي نشوف واحدة من الإشكاليات، حكاية أنه الإنسان يعني في بعض الآباء بتعسفه زي ما قلنا احنا في المقدمه انه يا اخي بتدي والله فلان ده ما مناسب، ده شكله ده ما من قبيلتنا غيره من هذه الاشياء، لكن الكلام ان شاء الله بعد الفاصل، خليكم معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حياه طيبه، والحديث اليوم عن تاخر الزواج. اسعد جدا بمشاركتكم معنا في هذه الحلقه من خلال الجسور المختلفه عبر ارقام الهواتف التي تظهر اسفل الشاشه، وكذلك رقم الواتس بعد مفتاح السودان 126 42 5111. حبابكم عاشرة، مرحبا بك دكتور مجددا. ونحن تكلمنا قبل الفاصل حكاية انه في بعض الآباء والأمهات، نضيف لهم شوية كمان ممكن تشمل اللفظة تشمل الاثنين، انه بيتهم دي شايفينها كده ملكة صعبة المنال، اي زول بيجي بيقوم منظره فيه، ده ما ده قصير ده طويل ده ما عنده قروش شكله ما عاجبنا. والله الأهم من كده ليس فقط يعني انه رفضهم لصفات معينة في أشخاص بيتقدموا ليه بناتهم، لكن يعني الآباء والأهل حقيقة بينشئوا أحيانا بناتهم بمستويات مختلفة على الخلق
وعلى التعليم والتربية وأشياء كثيرة، فيقوموا بيستكثروها على إنسان ما يثق بأنه بتتوفر فيه ما يقابل ما في بنتهم من خصائص وسمات. لا. وهذا حق، لكن هذا الحق يجب أن لا يتجاوز حدوده. يعني أنت من حقك أن تنظر أو تتمنى لبنتك ما يسعدها ويحقق لها الرضا، لكن لا تذهب في ذلك بعيدا. يعني هذه البنت أيضا لها رأي، شاورة أرجع لها، إذا رأى ذلك الشخص كفء لها خليها تقول لك منطقة في هذه المسألة. وفي نفس الوقت إذا أنت عندك منطق مخالف حاورة فيه، تحدث معها بهذا الأمر بصورة واضحة حتى تصل إلى قناعة هي وأنت إلى أنه هذا الشخص كفء أو غير كفء، لأنها هي التي حتزوج. عشان كده يعني تعسف الآباء والأمهات في جوانب يعني لا يملكوا فيها إلا حق الشورى ويبدع الرأي، لكن ما يجب أن لا يكون ذلك إصرارا كسر رقبة، يعني يا تتزوج الآن دايره يا بلاش من الزواج. ملاحظة يعني ملاحظة جدا الحاجة دي، نحن الحمد لله الناس بدأت توعى شوية، لكن حكاية إنه البيت يشاوروها يقول لك المرأة عندها رأي، ده يعني في كثير من الأحيان بتكون هذه الأشياء موجودة دكتور. والله يمكن يعني لحد كبير، يعني في زمان سابق نحن الراجل بيقول أنا أديت كلمة خلاص والنساء ما عندهم كلام تاني، لكن في واقع الليلة يعني كثير من الآباء والأمهات يبتدوا يتفهموا وسائل التربية المعقولة، وأنا بقول الحديثة اللي بتمكن الناس من إنه يراجعوا. وبعدين يعني المسألة يعني ما فيها التعسف، يعني حتى في الدين يعني من حق المرأة إنها تستشار ويسمع رأيها، وإن كان لديها منطق في ذلك فليقبل، وإن لم يكن هنالك منطق فممكن نصحح هذا المنطق وممكن نبدي الآراء، ولكن في النهاية والأمر أو في نهاية الأمر لا تتزوج المرأة إلا برضاها. صحيح، خاصة البكر. جميل. طيب دكتور نحن نشوف متصل. مصعب سلام عليكم. سلام عليكم. حالك معك مصعب ياسين من الجزيرة. مرحب بك يا مصعب، تفضل. الله يخليك يا أستاذ. الله يحييك. الله يسلمك. بس موضوع أنا خارج الحلقة شوية، دار عن الدكتور يعني إني حاضر أتكلم وعارف يعني نزل أخوي صديقي وحبيبي يعني يعني ما أقدر أشتغل، ما أقدر يعني تعمل لي يعني والراس يا مصعب شنو أقول لك، ما في داعي ليها وهي حاجة ما في داعي ليها، ويعني لا عارف الواجب وعارف المستحيل. طيب يعني لو في عادة جنبه ما يقدر يمشي له، قاعد في البيت بس. اللي قلت له اشتغل ولا اشتغل لجنة ورجع على الزباج. بس نحن ده حنناقشه في حلقة تانية يا مصعب. الإخوة في الكنترول إن شاء الله إما تخلي رقمك أو هم يدوك رقم دكتور يوسف إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا. طيب في متصل لا. تاني. شكرا يا مصعب، كتر خيرك. إذن في متصل. طيب دكتور نواصل في منقطع من الحديث. الحاج السلام عليكم. الحاج مرحبا يا الحاج. مرحب بك. الله يمولانا كيف إن شاء الله كويسين؟ إن شاء الله بخير الحمد لله. والله والله يارك يا أخي، يوم أنا حكيت عليك قلت لك كان عندي 5 بنات كده ما شاء الله أيوة اتزوجت لهن وجبت القروش وما القروش. أنا مالي كله كان 2.5. الخمسة ما شاء الله مهرين 2.5. كل واحد 500. كل واحد 500. الخمسة والله آخر شيء، آخر شيء عندي دوامات. الله يحفظهم. الجماعة جوني وقالوا ما شاء الله النساء خلصوا، قلت لهم أنا ما عندي راجل بنزع عليه مرة. نعم. حتى لو بتيلي وزنتها دولار وقفلت في البيت قسمة الشلة اللي بقول لكم بس تخش اللي عندكم هنا ما عندي زي بنزع عليه مرة. وبعدين وبالنسبه للشيلة ما شيلة الشيلة جابوها علي لبنات الخمسة بخدتها غادي في المخزن، اما بعد يصير مين يسوق مره لا الجابة هي ذاتها. يا سلام. بزيدة تعالى انا بشوال عيش. يا سلام يا سلام. انت والله ما عندي اصلا نسيب يعني كله شاريني فوق رسيهم بالله كده. انا اسألك سؤال خاص، يعني حياتهم كيف نزل في بيوتهم؟ 100% والله يا والله البيت اليوم كمان وضعهم كان زي البيت والله يسأل الحمد لله. سبراتيس أفلا تحت البيوت بنيان مسلح وكله في السعودية المملكة. هذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحييك والله دكتور. عنده مداخلة بعد. الناس اللي حوالينك في الحي ولا في الحلة ما تبعوا العملية اللي انت قمت بيها بانك تزوج بناتك بأقل التكاليف؟ يعني ما بديت قدوة للآخرين؟ اي عندنا نفس الناس، عندنا ناس الليلة قبل 5 مليون، عندنا واحد دافع 5 مليون.
عكس الحكاية. لا يعني ما في ناس زوجوا ما في ناس قلدوك زيك؟ والله ما في، ما في الا ما في زوج قلدني، لكن الحمد لله بفضل وانا رايح سواق بس والله. طيب الله يجزيك خير. والله كمان أسع اولادي حارب حارب ازوج لهم بنات الناس المساكين، ما الناس الاغنياء المشترين دي. طيب كتر خيرك يا الحاج والله، نحن سعيدين. وفي النهايه اسمع، وفي النهايه دي التقدير ما بينفع ابوها ولا بينفع اخوها. صح. هي اللي زوجها. بينفع جناها بتجيبهم من بطونها. جناها صحيح. شكرا يا الحاج، شكرا جزيلا، شكرا. يديك العافيه، تحيه لك يا الحاج، تحيه لكل اهلنا معك. ان شاء الله ربنا يتقبل هذا الجهد الكبير وربنا يسعد هؤلاء البنات. طيب معنا حسن، السلام عليكم الكلاكلة. السلام عليكم. مرحبا يا حسن، ديك العافية. السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي الدكتور، والله أحيي قناة طيبة. نحن بنحييك كمان يا حسن. الله يحفظك. الله يسلمك يا أخي. تفضل. والله أنا في رأيي بالنسبة لهذا الموضوع. نعم. إنه أول حاجة المشكلة في المجتمع السير. خلاص يعني نحن لابد المجتمع يدري تماما أهمية الزواج. خلاص بأن الزواج هو أساس أو عصب الحياة. خلاص وبالتالي لابد تكون الجهات الاختصاص سواء كان الدولة أو الشيوخ أو أي جهة مختصة أو مثلا العلماء يقوموا شنو مثلا يعني واجبهم يقدموا النصائح أو دورات مستمرة وتوعية. خلاص في 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 الدور على مستوى الأحياء، على مستوى المدارس، على مستوى الجامعات، انه العفة مهمة جدا. خلاص وبالتالي يعني انا متأكد اذا كان في اعلام مكثف خلاص في 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 هذا او في هذا الشان اكيد يعني الاعباء والمشاكل تخف. لكن في في تهاون الان، الناس عارفين انه ياخذ المهور غالية وفي الوضع الاقتصادي شوية صعب وبتاع، لكن في تهاون انه الواحد الا لما يجي خلاص يقول داير يتزوج، بعد ذلك يتفاجئ انه يا اخي دايرين كذا وكذا وكذا ومشاكل كثيره. لابد انه يعني شرائح المجتمع المثقفه او المعنيه خلاص يقوموا يعني يقدموا نصف خلاص انه يا اخي دي مشكله حقيقيه في المجتمع نحن عايشينها، لابد من حلها مهما كانت. شكرا يا حسن. خلاص ده واحد. اثنين معلش بس انا اوصي من هنا يعني احيي الاباء والامهات انه يا اخي الشباب الان خلاص يعني هم بيبحثوا دائما عن العفه، حتى الولد لو بقى منحرف وكذا هو بيبحث عن انسان عفيفة. لذلك لابد انه كل اب وام خلاص يحرص اشد الحرص انه يا اخي يربي تربيه سليمه. خلاص يعني يتاكد انه بنته طالعه تطلع يعني بزي كويس وتكون مستشمى، تكون محترمه، تكون. نعم. يعني مهما كان انحراف الشاب هو يبحث على العفيفه. شكرا يا حسن. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، كتر خيرك. تحيه لحسن، تحيه لكل الناس اللي شاركونا، تحيه للحاج اللي حرص انه يدخل علينا مره ثانيه. حسن لخص كلامه في كم نقطه. تحيه لاخونا من المناقل مصعب، ما قدرنا نواصل معه وقال عنده اشكاليه، ان شاء الله حيرجع لك ترجع في رقم الدكتور. ذكر اخونا جزء من الحلول نحن لسه ما جينا اللي هي مساله التوعيه، دور الدعاة والعلماء والمصلحين والاعلام وغيره. انا داير امشي ايضا في طريق اخونا حسن الحاج. الحاج. لانه الحاج ده انا معتقد انه نموذج، اذا كان في اي مكان ما حوالينه رجال يعني عندهم بنات وشافوا النموذج بتاع هذا الزواج الناجح، وزي ما قال بالتحديد انه المهم بالنسبة للمرأة إنه يكون عندها جناها، لا بينفعها أبوها لا بينفعها أخوها، لكن بينفعها جناها اللي بيطلع من بطنها. نعم. فيبقى الإسراع في الزواج واحدة من الوسائل اللي بتوصل إلى هذه الأمومة ولهذا الجنى. نعم. عشان كده نحرص ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إنه نجعل هذا الزواج ميسرا بالقدر اللي يمكن بناتنا من إنه يصبحن أمهات في وقت باكر دون تعقيدات اللي بتجي دائما بتقدم العمر. نعم. الجانب الثاني اللي اشار له حسن في التوعيه، نحن حقيقه يعني نحن كمجموعه عندنا انشطه بنعمل انشطه توعيه في هذه المجالات في اي مكان، يعني اي حي يوجد فيه مجموعه من الناس راغبين في تثقيف الرجال او النساء او الشباب بصوره او اخرى. نعم. نحن لا نمانع ان ناتيهم في مكانه، يعني نحن ما دايرين إذاعة وتلفزيون وبس، دايرين حتى لو في أماكنهم. نعم. داخل العاصمة وخارج العاصمة في أي وقت نحن ممكن نرتب هذه الزيارات والقيام بهذه المحاضرات
وبيكون فيها حوار، يعني ما زول بيجي يتكلم ويقول كلامه أخذ وعطاء ويمشي. نعم. يعني الناس تقعد مع بعض تتلمس المشاكل في المستوى المحلي في الوحدات المختلفة عشان نحن نساعد حقيقة في تغيير هذا الواقع بهذه التوعية المجتمعية المباشرة. نعم جميل، نحن والله يحييكم على هذه المبادرة الجميلة، والأبواب مشرعة إن شاء الله نحن من خلال الإعلام وعلى أرض الواقع. نعم. تحية لك دكتور يوسف. واحد من الأسباب يا دكتور يوسف مسألة التضحية، سواء كان يعني رجل أو امرأة. نعم. زول بيكون كبير البيت وقعت عليه أعباء معينة، يعني مثلا بيت أمها توفت إشارة الحمل. نعم. ولحد ما تجد السن باتت، أو كذلك ولد يعني. نعم. أنا عشان أقرب المعنى ده، يعني أحيانا مثلا زوج يطلق زوجته ويكون عندها أولاد وبنات، واحد من الأولاد أو واحد من البنات يتصدى لمسألة إنه يخلف الأب فوق أخوانه وأخواته الصغار، أو يتوفى عنها زوجها وتصبح هي أرمل أو أرملة، ويكون هذا الكبير رجلا كان أو امرأة بيقوم بحق البيت، ويمر عليه الزمان في تربية أخوانه وأخواته، ويفقد حظوظه في أنه يتزوج في الزمان والوقت المناسب. وهذه التضحية حقيقة يعني كانت سائدة في مجتمعنا بصورة كاملة، وكان يساب فاعليها، لكن في كثير من الأحيان يعني الإنسان بيرجو الجزاء من الله سبحانه وتعالى، لأنه في كثير من الأحيان هؤلاء الأبناء والبنات اللي بيتم تربيتهم قد يذهب كل واحد منهم في طريق، ولا يستطيع حتى إن أرادوا أن يوفوا باحتياجات ذلك الإنسان، لأنه لا يستطيع أن يعيدوا عمره الذي صح. فقده صح. فبيبقى بالتالي يعني التعويض المادي والتعويض الرعائي لا يغني للمشكلة. نعم. فبتبقى يعني أنه هذا الإنسان اللي بيتصدى لهذه المسألة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسيبه ويكون أجره على الله ويقبل هذا الأمر بصدر رحب. لكن إذا نظر برؤية تانية، ونحن قاعدين نقول إنه الأرزاق دي من عند الله سبحانه وتعالى صحيح. وقد تكون هنالك بعض الأسباب، فليفعل بعض الأسباب ويقوم يعني باحتياجات نفسه إلى جانب قيامه بالتزاماته تجاه أخوانه وأخواته أو التزاماته تجاه أخوانه وأخواته. مسألة القبلية إحنا أشرنا لها في الحلقة الفاتت، لكن حدنا نربط بجزئية تانية مهمة دكتور يوسف. حكيت إن الزوج ذاته يقدم نفسه بشكل آخر إذا كان في فروقات في هذه الحتة. هو حقيقة يعني الإنسان ما حاجة واحدة، الإنسان مجموعة أشياء تتداخل مع بعضها عشان تدي كينونة تمثل هذا الإنسان. نعم. أن إحنا بنقترب أو نبتعد عنه. زي ما ذكرنا في الحلقة السابقة إنه يعني ليوم الليلة في بعض الناس فيهم تلك الشيء النتن زي ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها نتنة. نعم. دعوها فدعوها. فإذا ما زال في بعض نفوس الناس هذا الموقف، أنا لا أعتقد إنه حيوقف الناس من التواصل بعضهم على الآخر. أي إنسان، نحن زي ما قلنا برضو في حلقة سابقة إنه كل فولة لها كيال. نعم. يعني كل زول عنده ربنا اختصاه وميزه بشيء. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ولا يظلم ربك أحدا. صحيح. يعني ما أدى الناس ذي الصفات متشابهة، ما أدى الناس وجه جميل زي بعض، ما أداهم قوام زي بعض، ما أداهم وجاهة زي بعض. كل إنسان ربنا ميزه بخاصية معينة تختلف من الآخر. لو عرفت هذه الخاصية وهذه الميزة اللي أعطاك لها سبحانه وتعالى وقدمت بها نفسك، ستتجاوز كل الأشياء الثانية القبلية والخصائص المختلفة من الحاجات المصرية. جميل دكتور، حنواصل إن شاء الله في هذه الجزئية ونشوف عواطف المدرمان. السلام عليكم يا عواطف. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، اديك العافية. والله أنا شاكر لكم كثير. نحن صادق لكم يا عواطف. بقدم لكم الدعوة، أنا من منطقة الريف الجنوبي للمحاضرات والندوات الطيبة. طيب يلا سبحان الله، حسي أنت تكلمت، لكن أنا لما شفت التغرير وشفت أخواننا ديل ولا أبنائنا ديل حنيت في حالهم، يعني ما شاء الله بيقولوا رجال كبار ولسه حقائبهم على ظهورهم، متى تنزل هذه الحقائب عن ظهورهم؟ طيب حواطف لك التحية، أتمنى نواصل معك حتى ذاته ناخذ ندي معك شوية إن شاء الله تنزل هذه الحقائب، وما في مانع إنه الناس حقائب تكون موجودة والناس تتزوج. يعني تحية لعواطف إن شاء الله تعود لنا تاني تعليق على الجزئية اللي قالتها يا دكتور. أنا طبعا ما عرفت الحقائب مقصود إيش، يعني لسه هم شغالين بيقروا وما تزوجوا، ناس كبار والواحد شايل شنطته وماشي. ما هي طبعا ناس الجامعة فعلا بقيت عندهم حقائب في ظهوره. والله يعني نعم، يعني استطالة العمر الدراسي هو يعني بينتهي في العشرينات، يعني 22 23، لكن المشكلة ما في الفترة اللي بنحبل فيها الحقائب، المشكلة في الفترة اللي بتليها. نعم. لأن الفترة اللي بتليها يعني تقعد لك كم سنة أنت ما لاقي شغل، متعطل
ولما تلقى شغل عشان تلملم بالمستوى بتاع الدخل الحالي بتاخد سنوات عديدة عشان تصل لمتطلبات الزواج القاعدين يحددوها النسوان والخالات والعمات. يعني اذا نحن بسطنا الزواج وخلينا الزواج بسيط، يعني اي اثنين يتخرجوا من اي مستوى ثانوي ولا جامعي ولا مهني ولا حرفي يستطيع انه يبنوا حياة سريعة اذا كانت متطلبات الزواج وتكاليف الزواج بسيطة. فعشان كده السعي لتبسيط الزواج هو الاهم اكثر من الجانب بتاع انه الناس ما زالوا بيدرسوا يتعلموا. نعم دكتور، حكاية انه زول احنا بسموها عندنا بلغتنا في الشارع السودان حكاية انه زول الشوكش كتير عنده كم تجربة سابقة خلاص الحكاية دي بقت له زي ما بقوله خلاص فوبيا. ايوه ما يقدر. دي كيف نقدر نتجاوزها؟ هي طبعا يعني نحن بنقول او قبل شوية قلنا انه يعني اي تجربة بتاعت اي علاقة سابقة هي ليست فشل وانما نجاح. نجاح في انه نحن بنتعلم منها بانه لا نعيد الخطأ مرة ثانية اذا كانت التجربة فاشلة. الحاجة الثانية في الحديث عن التجربة الفاشلة، لا توجد تجربة فاشلة من طرف واحد. لازم يكون في الطرف الثاني شارك في فشل هذه العلاقة، إما بعدم معرفته للطرف الثاني بصورة كافية أو بتغاضيه عن أشياء كانت واضحة أو لأنه ما قدم نفسه بصورة كاملة أو لم يعرف ذلك الطرف الثاني بصورة متكاملة. وبالتالي يعني قصة إنه أنا أخذت شاكوش، الشاكوش ده أنا شريك فيه، يعني جزء منه في يدي وجزء ثاني في كتف الزول. لازم يكون شايلين العود المخبط وناس شايلين. نعم يعني زول بيدق فوق الحديدة وزول الثاني ماسك الهناية في يده. نعم. طيب ناس الشواكيش يعني معنا ممكن تاني يرجعوا بالتأكيد وصححوا المسار بالتأكيد ويستفيدوا من التجربة السابقة. يعني أي تجربة سابقة فيها أبعاد بتاعت شخصين تمكن تتعلم منها أشياء. نعم. إنك ما تكرر الخطأ مرة تانية وإنك تعرف كيف تتعامل في التجربة الجديدة. جميل والله حكاية الشاكوش اللي قلنا لا على دي تمام. طيب نواصل دكتور إن شاء الله بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل من ثم نعود إليكم نشوف شنو في ناس عندهم توقعات يعني راسمين حالة هلامية أو خايف من المستقبل راح يحصل كده حنتطلق غير من هذه الأشياء، لكن بعد الفاصل خليكم معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. حلقتنا اليوم بعنوان تأخر في الزواج. تحية لكل الناس اللي بتابعونا وإن شاء الله عقبال الحياة سعيد، وأتمنى من خلال هذه الحلقة إنه كثير من الناس تتغير مفاهيمه. إحنا وقفنا عند ناس الشواكيش وعرضنا هذه الإشكالية، دايرين نشوف ناس التوقعات. في ناس عندهم توقعات لمستقبل مخيف جدا. مرحبا بك دكتور يوسف، نحن سعد قبل ما نجيك باستقبال عدد من المكالمات من المشاهدين. حكاية الناس اللي بتصور يا دكتور يوسف إنه يا أخي المستقبل ده عبارة عن بعبع شيء مخيف. هي دي طبعا الإشكاليات بتاعت الخوف المرضي. يعني في مرحلة معينة الإنسان بيكون دخل في تجارب أو رأى تجارب أو عايش تجارب في البيئة بتاعت المنزل السابقة، يعني بين الوالدين وبين غيرهم، وبينتج عنها تخوف لأنه لن ينجح في حياته كالنماذج السابقة اللي كانت قدامه. وبالتالي هذا الخوف المرضي بشكل هاجس مانع للزواج، والإنسان يودي ويجيب بين نفسه بأنه أنا أدخل في تجربتي ممكن تكون مختلفة، لا أبدا حتتكرر معي التجارب السابقة، ما هو دي معانا في البيت، ما هو دي بيت خالتنا فيه وكذا، دي بيت عمتنا فيه وكذا، إلى آخره من هذه الأشياء. وهذا الجانب يعني لابد إذا وصل المرحلة المرضية لابد أن الإنسان يراجع فيها ناس مختصين في هذا المجال حتى يساعدوا في تجاوز هذه المسألة. لكن إذا كان بمستوى بسيط يعني مجرد تخوف مرحلي يمكن تجاوزه، أنا بخير لي، يمكن الإنسان ببسيط من ترتيب الأمور بعقلانية وبرشد يستطيع أنه يتجاوز هذا الأمر بصورة كاملة. نعم دكتور، حكاية التبني يعني مسألة قضية المرأة وغيره من هذه الأشياء، في بعض الأخوات يتبنوا هذا الموقف. نعم. وسمى بالجندر أو غيره من هذه الأشياء. نعم يعني تبني القضايا الإنسانية للمرأة أو للرجل لا يعني بأي حال إهمال حقوق الإنسان اللي بتبنى هذه المسألة. يعني في كثير من الأحيان بنلقى كثير من أو بعض النساء من الناس اللي بتبنى قضايا المرأة بيتجاوزهم حظهم في الزواج وبيتأخر بالزواج، لأنه في كثير من الأحيان بيقوموا بيتزوجوا القضية ويتزوجوا القضية، بمعنى أنه يعني يهتموا بهذه المسألة بدرجة تعيقهم عن النظر إلى أنفسهم. يعني أنت أي قضية تتبناها تبحث فيها عن حقوق الآخرين، أنت أولى الناس بالبحث عن حقك قبل حق الآخرين، وأبحث عن حقوق الآخرين وهذا لن يعيقك حقيقة من أنك تمارس حياتك بصورة كاملة. فعشان كده تبني قضايا المرأة أنا بعتقد ده واجب على كل من تعلم أنه يقوم بواجب
الأخريات التي لم يستطعن الوصول إلى التعليم، والقيام بواجب حقوقهم لا يعني ببساطة شديدة أن تتنازل عن حقك وتبقي حقك في أنك تنال حظك من الحياة الكريمة السليمة. نعم دكتور، خلينا نأخذ متصل من جراجي. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك الفاضل. بس أستاذ كيف حالك يا أخي؟ حبابك والله يسعدني بك، تفضل. والله برنامج مفيد جدا، جزاك الله خير يا أخي. نحن سعيدين بكم والله، الله يديك العافية، تفضل يا فاضل. أتكلم عن الزواج، تأخر الزواج. يعني نحن المفروض نسهل الزواج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وقلوا تزوجوه. فإن لم تفعلوا تكون في النفايات، يعني نحن الآن نرى أن المرأة أحيانا كثيرة هي الشغل تعجيل الزواج. يعني المرأة بتحاول أن تجيب ترفق العريس، عشان كده معظم الشباب بيزف عن الزواج. يعني كل لك عزيزي، وبعدين الصالات العمرية هلين رصورة مالي كده يجيك انت عدل الزواج فاضل. نفسه اخوانا هل يعلم رسالة بمية مليون ستين مليون؟ ليه يا اخوانا؟ الحكومة بتقول نحن حرزهن وشهن الزواج نسهل الزواج والكلام ده، هم العمل الصالات دي غلوا يدعارها. يعني كده ما الزواج كان في قدام البيت صالوا الصيران والجماعة يضربوا في جوا الموضوع انتهى. الآن الشاب يفكر في انه هيخلف طفل، الطفل ده بعد 4 سنين او 3 سنين بس ما شوف لا يمتودون الروبة تنفيذ ومتعارفة ده 6 مليون 7 مليون بزادة صوبية. يعني طيب. ايش كاني والله يا اخوان احنا صوبة يعني نراية امور كثير في الزواج. شكرا يا الفاضل. شكرا الله انه العفو الان هذا والله انه يتنزل موضوع الزواج ده يا اخوان. ده والله مشكلة الان العانسات بتدور على كثير كثير جدا. البنت كانوا بردة إذا كان يعني تأخرت تذبل وكل خبر إذا ما خطوا قطف، وفي نفس الوقت يعني حرام يا أخواننا والله أنا نهجر بنات من هذا المستوى. أنا أب لخمسة بنات، أنا ما يعني أحمد الله ما أعود أقول يعني بزوج بنات هاي، لكن أنا ما رأي المجتمع، أنا رأي حاجة الخاصة. لو رأينا المجتمع بيقول ده كلام فارغ من المناسبة، أي واحد يصلح نفسه يصلح نفسه يا أخواننا في الأول. انا بناتي مثلا بزوجهم بالحاجه الموجوده، ما في انا مقصد ما في راجل او شاب جاد في الزواج وفعلا جاد في زواجه وقدم وتقدم على فهم يدو ما بيفضوا له الا يكون اهل البيت ناس مواعين صراحه. يعني شكرا يا فاضل. زواج خم تزوج صغار يقضيكم الله الفضل. نعم ما في زواج صغير بعد ذاك ربنا فاتح عليك. ما في شاب كلم شركه الشيء الناس عملوا شركات بعد الزواج بعد الحياه مشتر عليهم. ما شفنا لنا شاب كده على رقبته عمل له شركه عمل له ولا ما في والله الا بعد الزواج ربنا يرزقه. صحيح الناس اللي جربوا طبعا يا الفاضل. شكرا جزيلا. تحيه الفاضل، والله انا بحييك على الكلام بهذه الحراره هذه القوه، كتر خيرك ان شاء الله. كمان بناتك انا ما اعرف الزوج كلهم ولا لسه فيهم باقي، ربنا ان شاء الله ييسر لهم. مرحبا يوسف. كيف ابراهيم حبابك والله. التحيه ليك وللضيف دكتور يوسف الدكتور حبابك الرائع ما شاء الله. حبابك تفضل. يعني برايكم عن الله كله. يا انا بتفسر من حاله واحده انه يلا هنا في انا ملاحظ في بعض الاسر في بعض موجود النقاط الجديده كويس انه يلا الزوج طبعا على الناس كلها استطاعاتها ما واحد تختلف الشخص بامكانياته وبالظروف وبالنهايه. هنا في نادي لغه ست اللغه يقوم بيضربوا اي حاجه يفرضوا حاجات الطرف الثاني مثلا بيكون ما بيقدر عليها. هو ما الا بيصروا عليه باصرار خالص هو ما بيقدر يعمل شنو؟ لغايه ما يتراجع قلب بالضبط فيها. يلا الساحل الثاني يلا مثلا الزلم هنا مثلا هو منفرد لكن مختلف مع زوجته. مع زوجته ها. يلا الزوجه لما تعيش بانه الجاريه باخر بتقوم في نوم تتراجع شويه يعني. يلا الزوج كيف يقدر يمشي كل ما يوريها انه هو بيعاني من كذا مع الطوارئ عشان ما يقع في الاخطاء السابقه. طيب جميل. انا اتمنى ان شاء الله اكون فهمت سؤالك يا ابراهيم. تخيرك لانه في تقطع في الصوت شويه. تحية لإبراهيم، هل في متصل ثاني إخوانا؟ طيب يبدو أنه ما في متصل. نحن تحية للفاضل، يتكلم عن مسألة التسهيلات، يتكلم عن مسألة الصالات اللي بقت فيها مغالاة، وهو ذكر أنه ما شاء الله عنده 5 بنات، ربنا إن شاء الله يحفظهم ويبارك في الناس اللي ويعرس لهم ويعرس لهم. نعم
يعني انا والله سعيد جدا بانه الاباء فهمهم يعني متقدم جدا، وكثير من الاسر السودانيه بتفهم بنفس الفهم يعني. هو طبعا يعني يمكن زي ما قاعدين نقول دائما انه لو يمشي الرجال في الخط الامامي اللي بيبدو به بانه يدوا كلمتهم ويتبعوه بانه يضمنوا انه هذه الكلمه مطبوعه بالفعل بيبقى الزواج ميسر. اذا اخذنا النموذج الحاج اللي تكلم قبل شويه ذكر انه زوج بناته الخمسه بطريقه واحده وكانت زيجات ناجحه والحمد لله. لماذا بقيه الاباء اللي بيحسوا نفس الاحساس وعشان انا ما اشيل هم البيت على الاقل ابسط المساله صحيح. ونحن قلنا في حلقه سابقه لا مانع ان تخطب لبنتك اذا حسيت بانه حوالينك من اهل او اقارب او جيران او معارف توسمت فيهم الخير، ليه ما تخطب لبنتك؟ ما في مانع. فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتبقى المساله يعني ما مساله يعني نحن واقعنا وشنو شكله شنو، هذا الواقع لن يتغير بعصا سحريه، وهذا الواقع يحتاج لمبادرات فرديه عشان يبقى شيء مجتمعي. يعني المجتمع ما كله بيتغير في لحظه واحده، لكن اذا اصبحت هنالك نماذج متكرره فيها هذا التيسير سيسير بصوره متزايده حتى نصل لوقت كل انسان يحس فيه بانه قادر على الزواج. نعم. المساله بتاعت المغالاه في تكاليف الزواج دي يعني بتبقى حاجه خارج الاطار. اذا اصبحت الحاجه الكامله الموجوده في المجتمع هي تيسير الزواج، فعشان كده خلونا نمشي في هذا الاطار كافراد حتى تتسع الدائره حتى نستطيع انه نزوج بناتنا واولادنا بصوره متكامله في عمر هم محتاجين فيه انه يتزوجوا فيه، لانه معظم الزيجات بالنسبه للبنات والاولاد اصبحت بعد الثلاثينات صح. وهذا عمر متاخر تماما خاصه بالنسبه للمراه لانه بيعقد كثير من رغبتها في انها تصبح ام، لانه بعد ال 35 سنه هنالك تعقيدات كثيره في مساله الانجاب والحمل نعم. وكذا نعم. نحن نتمنى يجي اليوم يا دكتور يوسف حكايه انه الناس اللي بغالوا في المهور ديل يبقوا ناس يعني ما مرحب بهم في المجتمع، هم دين المجتمع نعم. ذاته نعم. مع المشكله انه ده المجتمع قاعد يساعد في انه الناس اللي بيغلوا في المهور يتسابقوا ويزايدوا في المغالاه في المهور بانه انا قادر على ان يفعل كذا وكذا الاخرون ما قادرين. اخي لا يزول يساعد نفسه يا اخي، انت لو قادر حتى يا اخي ساعد المجتمع ده في انه يصلح صح. واحسن بمالك الزايده زوج شخص اخر، زوج كم شخص اخر، زوج اخوانك، زوج اخواتك، ناس حواليك، زوج جيرانك، زوج يتامز يعني بدل البوابات. نعم المسألة حقيقة بتحتاج إلى إعادة نظر وتحتاج لمسؤولية أخلاقية ومحتاجة لمسؤولية دينية. نعم. يعني الدين إخوانا ما فيه المباهة ولا فيه البوابات ومنهي عنه. نعم. يعني أنت لابد أن تبسط الأمور لنفسك وللآخرين. نعم. يعني كلما غاليت غال الآخرون، وكلما تنازلت تنازل الآخرون. ساعد الناس في أنه يتنازل. نعم. الناس اللي ما عندهم يبسطوا، والناس اللي عندهم يبسطوا عشان يساعدوا الآخرين ويبسطوا. دكتور يوسف نحن الباقيين دقيقة واحدة، أخونا إبراهيم ذكر حكاية الجبايات ونحن تكلمنا عنها، حكاية أنه في طلبات كثيرة بسميها جبايات. على كل حال بيتكلم أنه في شخص مختلف مع زوجته عشان ما هو يمشي طرق ثانية، كيف يقدر يقنعها في دقيقتين إن شاء الله أو دقيقة ونص؟ ما فهمت السؤال. أنه هو مختلف مع زوجته نعم عشان يقدر يصل لها أو يرجعوا في التراك السليم، لو فهمت صوته لأنه كان في تقطيع، عشان يرجعوا لبعض كيف المسألة دي تكون؟ نعم يعني هي رغم يعني خارج عن الإطار بتاع نقاش حلقتنا، لكن نعم. يعني أي خلافات زوجية مرجعيتها قلنا ثلاثة أشياء الدين نعم والرشد والمنطقة العقلاني والموضوعية يعني ما أنا رأيي كده وإنت رأيك كده، إذا في أي خلافات داخل الأسرة أهم بند فيها الحوار وحاولة معالجة الأمور بواحدة من هذه الآليات بموضوعية بعيدا عن التشنج وبعيدا عن الأنا والرأي الواحد، يعني الرأي اللي فيه حوار، أنت تقول كلامك بما يسنده وهو يقول كلامه بما يسنده، وبالتالي بعدك بنصل إلى نقطة تلاقي دون افتراق. في دقيقة خلاصة القول لهذه الحلقة دكتور يوسف. نقول بصورة كاملة هنالك أسباب كثيرة في هذا المجتمع تؤدي إلى تأخر الزواج بصورة كاملة، وهذا التأخر في جزئية كبيرة منه اقتصادي، جزئية كبيرة منه مجتمعي. نعم. يعني نحن الواقع الاقتصادي اللي بيفرض علينا
قيود معينة لابد أن نتجاوزها بأنه نوجد الحلول من ذاتنا، ما نقعد نتفرج عليها ولا نفاقم هذه الإشكاليات. يبقى المطلوب مننا جميعا أنه نتعاون في حل الإشكاليات الاقتصادية، في حل تيسير الزواج، في جعل البنات والأولاد يتزوجون إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور يوسف إسماعيل عبد الله استشاري نفسي، كتر خيرك، سعدنا بهذه الحلقات وسنواصل إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام شكرا على حسن المتابعة، سنواصل إن شاء الله في هذه الجزئية يوم الاثنين كربنا أحيانا بإذن الله سبحانه وتعالى، نشوف الإفرازات وكمان نشوف بعض الدراسات ونشوف كمان الحلول بإذن الله سبحانه وتعالى. غدا إن شاء الله مع دكتور أيمن الشيخ جمعة سهل، حكاية التغيير، في ناس 30 سنة شارع ما بغيره، شارع البيت ما للشغل ما بغيره، في ناس الواحد متمترس تلقى في حتة واحدة ما قادر يطلع منها للأفضل. إن شاء الله حنناقش عدد من المحاور حلقة بعنوان التغيير بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الحين تحياتي والفريق العامل، في أمان الله.